صباح الخير حبايب أم دوخش، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل رايحة فين يا حاجة. عايزين نعمل دينم أون دينم أوت يا لبينا. أول حاجة هلبس الشيميز الجينز ده من شي إن، مقاسه الله أعلم. عليه هنلبس الجينز الفلير ده من شي ان برضو، من اللوات القليله اللي هتشوفوا اني لابسه فيها حاجه فيدت في حياتي. عايزين حزام، هلبس الحزام البني ده من شي ان. عارفه في ناس هتقول كامل ومش كامل وبتاع، انا ما بعرفش غير بني، بني فاتح بني غامق كده. ولبست الخاتم ده عشان في عين زرقاء برضو هتليه، من شي ان برضو. ليه يا ولاد لما قلت لكم ان انا لا يمكن البس ابس ولا بيركنستاكس ولا كروكس؟ احنا لبسنا البيركنستاكس طول ال ما علينا اسمها ايه يعني، طول الصيف، وهنلبس الابس اهو في الشتاء. ليه؟ لاني ولية قلابة، ما تاخدش على كلامي ان جنرال يعني. وقصوا الزرع معلش، وده من شي ان. بس مش حلوين قوي. اوكي ثانك يو فيري ماتش. هنلبس بقى هنلبس النظارة دي من ان براند. اوكي احنا عايزين نعمل ده. لا بس يا عم محمد وقت الفطر. وهلبس الشنطة دي من ميني ده، ما احتمش برفيوم. هحط بكرة السامبل ده لحد ما ربنا يكرمنا ونجيب ازازة كاملة باذن الله. وجاست ان كيس هاخد معايا الجاكيت ده، وده كان سوت كاملة من ستارا ديفاريس، جاست ان كيس يعني. بس انا تشكيت الحرارة في المنطقة التي رايحاها وهي 26 درجة مئوية. باي باي ولاد.